جيب لك بريدو رفيق. بريدو قلت له على الفراق بصمير. احلى رفيق. تعال. طمني صبحي شلونك اليوم؟ هذا الكيماوي عم يهدني هد. وما في اي تحسن. هذا الشيء طبيعي لك يا صبحي، الكيماوي بيقتل كل شيء، بضعف المناعة، والدكتور حكى هذا الكلام قبل ما يبلش الجلسات. شكلها قربت يا كريم. ليش الحكي اللي ماله طعمه يا صبحي؟ هي كم جلسة بيروح هذا المرض وبترجع مثل أول وأحسن. دخيلك على هذا الشيء. شيء خاف عليه. أنا شو بدي خاف؟ يعني طلع القرار ولا ما طلع؟ إيه خلاص، هذا اللي بيهمنا. يعطيك العافية. ألف مبروك يا أبو معتصم، طلع قرار تعيينك مدير عام، وبكره الخبر راح يتعمم، يعني بكره بتنزل على الدائرة وبتباشر شغلك. الله يخلينا لكم سيدنا، الله يحرمنا من كل إلهي، إن شاء الله هيك مبيض وشكم وبنكون عند حسن ظن القيادة يا رب. مشان تعرف يا أبو معتصم، أنا زلمة قول وفعل. إي والله قول وفعل، إي والله، ليش مين بيقول الحكي غير الحكي؟ أعوذ بالله، قول وفعل وزيادة حتى، إي والله. وشو حلوة أنا هي؟ شبك اوعى تقول لي محلايه وكنافه وشوكولاته، هدول بالمديريه بتحل الموظفين، اما عندي هون كثير كبيره. هلوز يا هلوز. يي بابا حبيبي. كيفك يا حبيبي؟ مبروك يا بابا. مبروك النجاح والتخرج بابا. مبروك حبيبي. بهالمناسبه شوفي شو جايب لك. شوفي. واو كثير حلو. بس يعني هاد مو هدية التخرج، لأنك انت وعدتني تعملي فيديو كليب، مو؟ ولا بدك تتراجع؟ لا، أبوكي ما بتراجع،